السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني وأخواتي، مرحبا بكم معي من جديد في حلقة جديدة، موضوع جديد. كنتمنى تكونوا بخير، يا ربي أمين وفي أحسن الأحوال. كما كتشوفوا يعني رجعنا للمكان ديالنا الأسبوع اللي فات ولا هاد السيمانة اللي فاتت، يعني كنت مسافر عند واحد الأخ ديالي، يعني ما كانش مهيئ ليا يعني المكان ولا التسجيل ديال الفيديو، ولكن مع ذلك يعني كنا مرة كنحطوا فيديو. مؤخرا آخر فيديو قبل أيام ساعة ما أظن اللي تكلمت فيه على المسألة ديال الوضع الحالي في اسبانيا، يعني من بعد ما ترفع الحجر الصحي. قبل ما ندخل معكم في هذا الموضوع وغادي نتكلموا كذلك يعني على الحماقات ديال الحزب ديال المتخلف، الحزب المتخلف اللي كان اتهم المغاربه وباقي كيجري من وراء هذا، لانه هو الشاغل ديال هذا الحزب هذا، يعني تشويه السمعه ديال المغاربه بصوره خاصه، المغاربه بصفه خاصه. غادي نتكلم عليه في الاخر ديال الفيديو باش نوضح بعض النقط لبعض الناس. المهم الاخ ديالي اللي كنت كنمشي تعدو هاد السيمانه هذه، راعي الغنم، تربيه الغنم، كنتمنى من اي واحد عزيز عليه هاد العبد هذا الدعم وهاد الاخ هذا. علاش؟ لانه من الناس اللي هما كيخدموا المهام الصعبه هنا في اسبانيا اللي ما كيخدموهاش الاسبان، ولا اذا صح التعبير الاتباع الى بغينا نقولوا يعني المؤيدين ديال الاحزاب يعني المتخلفه اللي كتكره المهاجرين بصفه عامه والمهاجرين يعني العرب ولا المغاربه بصفه خاصه. يعني من المهام الصعبه اللي خدام فيها هذا الاخ هذا، وكنتمنى تدعموه. غنخليكم القناه هنا باش تشوفوها، والرابط ديالو يعني كذلك تحت القناه تحت هذا الفيديو هذا. المهم باش ما نطولوش وندخلوا في الموضوع ديالنا، كما قلت اول حاجه غادي نتكلموا على الوضع الحالي، ومن بعد غادي نقولوا ولا نتكلموا على اشنو اللي دار هذا الحزب المتخلف والحماقات ديالو اللي مازال زايد فيها. في الفيديو اللي فات لاحظتوا قلت بان الناس مازال ما بغاش يدخل لها للراس ديالها بان الوباء مازال معانا، الوباء مازال كيدور بيناتنا، وفقط حنا كنتعايشوا معاه بهاد الحياه الطبيعيه الجديده، يعني بالاحتياطات وبالتباعد الاجتماعي والكمامات الى اخره. ماشي بزاف باش ترفع الحجر الصحي، وبدات كتبان البؤر هنا في اسبانيا، حوالي تقريبا 40 بؤره، ما يقارب 40 يعني بؤره هنا في اسبانيا بانت، وبالخصوص يعني بؤر اللي خايبه بزاف، واللي هي الشغل الشاغل ديال الحكومه المركزيه ولا الحكومه كذلك يعني المحليه ديال المنطقه ديال ويسكا، يعني العمله ديال اراغون، يعني اللي هي اللي بانت فيها واحد البؤر اللي هي خايبه وكبيره بزاف، وخلات هذه المناطق هذه ترجع الفاسيدوس ولا يعني المرحله الثانيه من دوك المراحل اللي كانت دارت الحكومه يعني كمرحله انتقاليه. فهذا الوضع الطبيعي الجديد يعني الا بقى بنادم على هذا الحال يعني وماشي بعيد، فملي كتكلموا على هذه المسائل للاسف الشديد كيجيو بعض الناس يقول لك انتوما متشائمين. فالتشاؤم شيء، ونهضروا في الواقع باش نعرفوا اشنو اللي كاين بالضبط ونديروا الاحتياطات ديالنا شيء اخر. التفاؤل دائما كنقولوا حنا التفاؤل يعني شيء مهم ومهم في الحياه ديالنا، ولكن مع هذا الوباء هذا الاجدر والاصح هو نعرفوا الواقع باش نعرفوا اشنو اللي نديروا، وكما قلت باش ما يجيش الغنى علينا حنا كعرب، باش ما يجيش الغنى علينا حنا كعرب وكمغاربه يعني بصفه خاصه، وحنا رحنا ديما تحت الفوكو. وهذه المسائل هذه صعيبه وصعيبه بزاف. اول حاجه نحافظوا على الصحه ديالنا، واول وثاني حاجه باش ما يقولوش داروها يعني عائلات مغربيه ولا عربيه ولا كذا، راكم عارفين. وعلى سبيل المثال يعني في العمل ديالنا برا ماشي عائلات مغربيه داروا هذه القضيه ولا عربيه، وانما عائلات اسبانيه، يعني بسبب ديال تجمعات ديال العائلات في هذه العمله هذه يعني تم الارتفاع ديال العدد ديال الحالات في هذا الوباء. يعني دابا راه واصل تقريبا حوالي 41 كذا، 41 حاله تقريبا اللي بانت في خلال 24 ساعه الاخيره. وهذا كما قلت لكم كله كيرجع يعني للمسؤوليه، فإلا ما تحملوش المواطنين المسؤوليه ديالهم في هذه الظرفيه الصعبه، فاحنا على ابواب اننا نرجعوا الحجر المنزلي ولا الحجر يعني الحجر الصحي كما بغينا نسميه، يعني ماشي بعيد وماشي امنيه ديال اي واحد، لا انا ولا اي واحد، ماشي هذه هي الامنيه ديالو ولا هذا هو الطموح ديالو ولا هذا الشيء اللي كنبغيو، ابدا حنا ما باغينش هذه المسائل هذه. ولكن الا بقات الهمجيه ديال البشر بهذه الطريقه هذه والتصرف هذا وما تحملش كل واحد المسؤوليه، فهذا ما غاديش يخلي خيار الحكومه المركزيه باش تعاود تدخل بنادم للدار ديالو. علاش؟ لان هو يعني بغينا نقولوا الاداه الوحيد اللي يقدر يساهم في الحصار ديال هذا الوباء هذا. المساله دابا اللي واقعه ان هاد المتجمعات المستقله ولا يعني هاد الولايات اللي كاين في اسبانيا الحكومات ديالهم ما عندهمش الصلاحيه. هادشي هضرت عليه انا في واحد الفيديو تقريبا هذه شهرين ونص، ملي كان الحكومه اول مره ولا ثاني مره بغات تطلب التجديد ديال التمديد ديال هذا الانذار، وبداو الاحزاب كيتهربوا، قلت
في حالات الى ما حصلتش على يعني الصلاحيه ديال التمديد غادي يولي مشكل. فين كاين المشكل؟ يعني ما كايناش الصلاحيه عند الحكومات ديال الولايات، ما كايناش عندهم الصلاحيه انهم يقيدوا الحركه ديال المواطنين، ما عندهمش. كاينه صلاحيات اخرى يقدروا يقوموا بها، ولكن الحركه ولا لا ليبري يعني ديال موفيمينتوس ديال البشر، الحركه ديال الانسان ديال المواطنين ما كايناش عندهم الصلاحيه. الصلاحيه فقط كتبقى تحت ثلاثه ديال الحالات الاستثنائيه اللي كنا كنهضروا عليهم شحال هذا، اللي هي الحاله ديال الانذار اكسبسيون وسيتيو، يعني حاله ثلاثه ديال الحالات الاستثنائيه اللي كيف اللي كاينه في الدستور الاسباني في الارتيكل بالضبط 116، هما اللي كتكون عندهم الصلاحيه ان الحكومه المركزيه اللي تقدر تتحكم في الحريه ديال التنقل ولا ديال الحركه ديال المواطنين. بمعنى الا ما كانوش شي حاله من هذه الحالات اللي كنتكلم عليهم، الحريه ديال الحركه ديال المواطنين يعني يستحيل يتحكم فيها شي حكومه يعني مستقله ولا كذلك الحكومه المركزيه، الا ما طبقاتش هذه القضيه ديال الحاله ديال الانذار ولا لاكسبسيون ولا السيتيو. ثلاثه ديال الحالات الاستثنائيه هي اللي كتخول الحكومه المركزيه تتحكم يعني في لا ليبري سيركولاسيون ولا في الحريه ديال الحركه ديال المواطنين. باش تعرفوا هذه القضيه هذه، وهذا ماشي بعيد، والحكومه المركزيه عندها الخيار. يعني هذا الارتيكل 116 ولا 116 من الدستور الاسباني اللي كينظم هذه الحالات الثلاثه، يعني كيخول الحكومه تدير الحجر الصحي ولا الحاله ديال الانذار في منطقه معينه من اسبانيا ولا في اسبانيا كامله. وبالتالي هذا ماشي بعيد ان ربما الحكومه تقدر تطبق الحجر الصحي في شي منطقه من المناطق ديال اسبانيا، مثلا الا كان شي بؤره خايبه ولا هذه البؤر بقات غاده وكتزيد، فهذا ماشي بعيد. يعني هما كيقولوا دابا ماشي يعني محطوطه فوق الطابله هذه المساله هذه، وهاد البؤر هادو يعني ماشي كيدق ناقص ديال الخطر وهذا، ولكن هذا كله كلام. الى بقات غاديه الحالات هكا وغادا كترتفع، فهذا ماشي بعيد اننا نبداو نشوفوا بعض المناطق، وللاسف الشديد ماشي بعيد حتى اسبانيا كامله تعاود تدخل الحجر المنزلي ولا الحجر الصحي. دابا الحكومه راه هي كتقاتل كيف فكروا انهم يلغيو السياحه الدوليه، لاناش لان كانوا بانوا جوج حالات ديال الناس اللي شادين هذا الوباء ولا ناقل الوباء جابوهم من برا سياح، وبالتالي الحكومه راه دابا كتدرس هاد الدوسي يعني بزاف وبزاف بزاف باش تشوف شنو هي القرار الصائب اللي غادا تاخذه في هاد فيما يخص هاد الامر هذا. المهم نتمنى نكون وضحت لكم هاد الامر هذا. دابا غادي في عجاله نتكلم على الحماقه ديال الحزب المتخلف والاتباع ديالو ولا المؤيدين ديالو. فواحد البوبلو اللي سميتو بالوس على ما اظن، بالوس دي لا فرونتيرا، هذا هو الاسم ديالو على ما اظن الا ما خانتنيش الذاكره، كاين في ويلبا في العمل المنطقه ديال ويلبا. يعني كاين تما واحد الكميه ديال الناس كبيره، منهم نساء مغربيات بالزيوف ديالهم، يعني الافارقه يعني البشره السوداء الى اخره، بزاف ديال الاجانب اللي واقفين تما باش يديروا شهاده السخنه لغرض ما على ما اظن اشنو يديروا هاد الناس ثاني؟ بداو يديروا دوك البولوس ثاني مره من يعني من مره اخرى، بداو كينشروا فيهم على المواقع ديال التواصل الاجتماعي مع التويتر مثلا، وبداو كيقولوا ان هانتوما ها هما المهاجرين مشاو يطلبوا شهاده السكنه باش يشدوا الانجريسو مينيمو بيطال مره اخرى. يعني مازال زايدين في الحماقه ديالهم، رغم ان الوزير ديال الضمان الاجتماعي وضح هذا الشيء، الجرائد وضحت هذا الشيء، كل شيء وضح هذا الشيء بان هاد الناس هذا الشيء اللي كيقولوا يعني كله ما كاينش، ولكن مازال كيضحكوا على العقول يعني الضعيفه ومازال زايدين في الحماقات ديالهم. دار واحد الفيديو واحد يعني من الاتباع ديال الحزب البوكس، مشى كيطرح تما شي اسئله على الناس، كاين اللي ما عارفش كاع اللغه، كيقول له واش جاي باش تشد الانجريسو مينيمو بيطال، كيقول له واه جاي باش دير شهاده السكنه، اه باش يعطيوني شهاده، يعني كيضحكوا على الدقون يعني على الدقون ولا على العقول يعني الضعيف. وهذا كما قلت شيء خطير وخطير بزاف الا ما كانش التصدي لهذ السياسه المتخلفه ديال هذا الحزب. وهنا بالمناسبه بغيت نجاوب على بعض الناس اللي للاسف الشديد كيقول لك لا معليش واخا هضروا علينا حنايا وهذا راه ماشي مشكل وهذا لا ابدا. المشكل فين كاين؟ هو احنا مادام انا كنعاود نقول هذه القضيه هذه قلتها بزاف ديال المرات وعاود نقولها، هو ان احنا رعايه هنا وعندنا جمعيات اللي مخصهم ولا اللي دايراهم الوزاره ديال الخارجيه هنايا باش يسهروا على يعني على المشاكل ديال المهاجرين، فاحنا رعايه ديالهم، رعايه ديال هاد الناس، وهاد الناس خصهم يتكلموا على هذا الامر هذا. فإذا ما تكلموش في هذه اللحظه هذه لان الهجوم كاين علينا حنايا
يعني أقلية مسلمة، ولا إلا بغينا نقولوا كمغاربة بخصوص، فقط لأن هذا الحزب متخلف والأتباع ديالو فقط تابعين نحن كمغاربة بالدرجة الأولى، كيتكلموا على المغرب على المغرب على المغرب والمغرب، هذا هو الهم ديالهم الواحد. وهاد الجمعيات، هاد السفارات، هاد الهيئات الدبلوماسية اللي كتمثلنا حنا ولا اللي هي بينا حنا باش كاينوا هنا، فإلا ما هضروش على هاد القضية هذه ولا لا ما هضروش علينا دابا، إمتى بغا يتحركوا؟ حتى يجرى فينا كما جرى في الإلياس الطاهري، هذاك الولي الله يرحمه مسكين، اللي العائلة ديالو عام وهي كتعاني، عاد بداو كيبانوا الناس شي كيطبل وشي كيزمر وكلشي باغي يركب على الموجة. فإلا ما هضرتوش على هاد الناس هادو هما باقيين حيين، إمتى غتهضروا عليهم؟ حتى يجرى فيهم ما يجرى، عاد بداو تغوصوا وتنوضوا تبداو تطبلوا. هذا هو السؤال الجوهري، ولا هذا هو السؤال اللي بغيتو يطرح كل مهاجر وخصوصا المغاربة يطرحوا على راسه. ومن بينهم الناس اللي كيقول لك لا خويا راه معليش واخا هضروا علينا ما عندهم ما داروا ما عندهم اي، حنا راه الصمعه ديالنا تشوهات، يعني لاحونا في المواقع التواصل الاجتماعي شوهوا بينا، يعني ما خلاو ما قالوا علينا وضررنا خاطرنا. علاش هضروا علينا في البرلمان الاسباني؟ الصحف الاسبانيه هضرات علينا، هضروا علينا في المجلس ديال الشيوخ، هضر علينا الوزير ديال الضمان الاجتماعي. وملي ما كتشوفش هيئات دبلوماسيه ما كتحرك ساكن في هذه المساله هذه ولا في هذه القضيه هذه، فإلا كانوا غادي يهضروا علينا تاعي جرى فينا ما يجرى، انا نفضل بلا ما يهضروا علينا. هذا هو الراي ديالي الشخصي، والناس الاخرين لكم واسع النظر في هادشي اللي كنقول انا. المهم باش ما نطولش عليكم اكثر من هادشي، نتمنى خير للجميع، ونتمنى كما قلت خير لهذا البلد هذه، لان حنا فيه كنعيشوا هنايا، ونتمنى كما قلت مره اخرى كل واحد منا خصوصا الناس اللي كتفهمونا شنو اللي كنقول، كل واحد منا نتحملوا المسؤوليه ديالنا والعلاقه ديالنا مع الناس لا اللي كانت قديمه ولا الناس اللي غنتعرفوا عليهم دابا، يعني راها تختلف تماما على العلاقه اللي كنا كنديروها مع الناس يعني في الحياه الطبيعيه القديمه اللي كنا كنعيشوها قبل هذه الجائحه هذه. وبالتالي الاحتياط واجب وواجب بزاف. علاش؟ لان حتى تكون راسك مأكد ان ما فيه والو، ولكن هذاك الحبيب ديالك الصديق ديالك اللي عزيز عليك ربما يكون فيه الوباء وهو يجيبه لك وانت تديه العائله ديالك والعائله ديالك ديال العائله ديالها وهكذا. وبالتالي المسؤولية واجبة علينا كل واحد منا كنعيش فوق التراب الإسباني. المهم بدون إطالة إخواني وأخواتي، تهلاو علي راسكم كما العادة، أنا غنضرب لكم الموعد إن شاء الله في الموضوع الماجي، وحييكم مرة أخرى، دمتم في أمان الله.